انت على الصبح فوق. هو كابتن زكي مش موجود عندكم هنا؟ زكي مين؟ زكي عبد البصير، ده صاحبي قوي بقى. في حد من الكروه اسمه زكي عبد البصير؟ ما عندناش الاسم ده. ايوه موجود عندكم، ده الحته بتاعتنا كلها عارفه كده. يمكن على مركب تانية. الكابتن زكي اللي انا قصدي عليه ابوه بقى فسخاني عندنا في السيده زينب. احنا مالنا ومال والده؟ بقول يعني كنت تفتكروه من ريحته. ارجوك اتفضل ما تعطلش دكتور. زكي اهلا ممدوح. ايه ده زكي اللي بتعمله ده؟ يالا ازيك يا ممدوح. ما ايه حكايه الكابتن انت هريلي بيها في الحته دي؟ ده كلام بس عشان الجيران يحترمونا، ما انت عارف الدنيا كلها مظاهر. شاطر بس تقولي سافر وانا نايمك ابدع نومه. ما احنا فيها في ايه يا جدع بلانيله؟ ما الحكايه باينه ايه؟ وشرفك هتنام في ابدع كابينه. هات شنطتك وتعالى ورايا. على فين؟ كابينه نمره 3 لوكس فاضيه، الظاهر ما حدش حاجزها، ونام فيها. وبعد شويه تنزل انت من المركب وتدبي سنه في مصيبه. الله اطمن، المركب هتمشي خلاص. قوم يلا قوم قوم. مساء الخير. في عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابي طمال. انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حصر ايه والكابينه فاضيه بتنش؟ الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقطان المركب. انا شاب محترم وابن ناس، اسمع ان الموضوع ما فيه. مفيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي ده؟ كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير. اسمع ان مساله فوق سرير تحت سرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام. الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقطه المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش؟ وديني بقول لك انطق. لا ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح، انطق ولا ما انطقش؟ في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه،
قلت لك بره لوحدك على سريرين ده اختبر الله العظيم اختبر في ايه لمؤاخذه؟ عادل عاشق. والله جه في وقته. الجماعه بتوع المركب دول ما بيزدوش حاجه ابدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. انت تاني دي بلاش اتعشى انا ولا ايه؟ تأمر بيه يا ساعة البيت؟ هو مش المهم امر بايه، المهم انتوا حاجاتكم كويسة ولا أي كلام يعني؟ لا يا فندم بإذن الله هكون مبسوط. تسمع تذكرة؟ تذكرة ايه؟ احنا في أتوبيس ولا هو أنت جرسون ولا كوميساري؟ سعادتك فهمني غلط. هو هكون فاكرني إن أنا راكب سفلقة. الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمة ازاي. حقيقي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ليه اكل فين؟ هنديها تسول على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجة أولى وبس، أنت مالكش أكل على المركب هنا، اتفضل، ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل. رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا أستاذ. طيب. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز اي خدمه، اي خدمه على المركب انا تحت امرك حقيقي يعني. اي سندوتش اي. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجه الاولى. يا بني آدم. الله راجعني حاجة في عفاريت هنا. شو بقى حركات العيال دي؟ انا ما احبهاش. قصدك ايه؟ قصدي كل واحد طابع ملاقوش يا بني ادم. انت اتجننت؟ اتجننت ولا كيسك اللي اتجن؟ ايه؟ والنبي عايزين عيش يا عم الريس. عيش تشكر اخويا ربنا يخليك. يا جدع مد ايدك ما تتكسفش احنا جدعان قوي. انت صدقت؟ تعبوا ايه؟ تعبوا ايه؟
صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. سر قبطان وطاقم الظاهرة أن يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدأ المسابقة. المسابقة يا جماعة بين أربع ركام، ها مين يحب يشارك معنا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اوكي، اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه. ماشي اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضل حضرتك. اتفضل استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك. اتفضل. اتفضل حضرتك. بس كفايه كده قوي قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من الساده المشتركين هياخد بالونه ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونه، واللي بالونته هتفرقع الاول هياخد جائزه المسابقه. بسرعه لو سمحتوا. بسرعه. ايوه ها 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 يا جماعه. ايه جاهزين؟ كله تمام؟ هنبدا. يلا تلاته اتنين واحد زيرو. كفايه كده والف مبروك يا سيدي. اسمحوا لي اقدم لكم الفايز الاول. اسمح لي دلوقتي اقدم لك الجائزه الاولى. بالونه بدل اللي اتفرقعت. والآن نترككم مع أنغام الموسيقى. كنت كويس أنا مش كده؟ أه؟ طب قولي لي مبروك. احسنت يا استاذ. هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبياد؟ اكتر ده انا مفرقع بالونه بحالها والواحد. ايوه كده فكيها. احبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه. اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني. فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخده بال حضرتك؟ فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخده بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي. دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وهتقلط في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانيه استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تسلك في الحديد. امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت قصدي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى أخدت البكالوريوس وخارج أجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح.
ثقتك في نفسك كبيرة. يعني انت مش زعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو اصلا لو ما كانش يهمني اعرف ما كنتش اتنازل عليك عشان اكلمك واشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت اي حاجة بقى اتصل بيا. متشكر اوي، حقيقي متشكر اوي. والله ظريفة اوي الست دي. الو اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ قال البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليلة نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لسني على الخمره بتاعنا مخصوص. والله ولا مخصوص ولا حاجه يا اخينا. البوليس جه وصحاك وعايزك. انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كريسي هاتسي اوشي ملاي اتلبي. باركالو تفضل. خريستو بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. خريستو بارابولي يا خرج. اي اي زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك الحق يا بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي هتدفع التعويض لصاحب المطعميه تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل يا ست هانم؟ ده راجل نصاب واونطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته، ده هم يا دوب بنيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته، عضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمة تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيدة جدا لو مش شفتكش تاني. لا ما انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزة يا اخي. مقاية قوي الست دي. يعني عاجبك كده؟ ما نامش طول الليل وكمان مفيش بسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه، تشتري الحديده؟ انا برضو كنت في مصر وجدع. انا سفلك سفل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش something.
حتى الخواجات بقوا كحيته لعل ابوك ولا تكلم. يا عيني. دينر العشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط. بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه دينر مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي اوكي. يا عيني يا عيني. لا لا عيد. لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشاء 100 مره. ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟ مش معقول. بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دي انا نزله دي واقعد اتلكح شويه اتنحنح علشان يدوني البقشيش ومحدش بيعبرني فباخد بعض وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك وكرم أخلاقك. أنا ما عملتش حاجة. ثم إحنا ولاد بلد واحدة والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر. إن جيت الصراحة يعني شكرا أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني.